برحب بكم مشاهدي عين على البرلمان في جولتنا الأولى النهاردة لمتابعة آخر الأخبار والتطورات سواء الخاصة بالشأن البرلماني أو غيرها من الأخبار العامة والهامة أيضا، ومستمرين أيضا في فتح ملف تقاعس الأحياء عن التواجد بين المواطنين وحل مشاكلهم. وطبعا هننتظر مشاركتكم طوال الحلقة عشان نسمع الشكاوي ونحاول نلاقي حلول لها. بفكر حضراتكم اللي عنده فيديو بيرصد أي وضع سلبي يبعت لنا على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامكم على الشاشة. بس في البداية خلونا نبدأ بفقرة الأخبار. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مفتش آثار في إمبابة لتقاضيه 1,150,000 جنيه رشوة من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية. وتم عرض المتهمين على النيابة وقررت حبسهما 4 أيام احتياطيا على ذمة القضية. قالت مصادر خاصة أن الرئيس السيسي سيصدر مساء اليوم قرارا بالعفو الرئاسي عن الدفعة الثانية والتي انتهت لجنة العفو الرئاسي من مراجعتها منذ شهرين. وأكدت المصادر أن الدفعة الثانية تضم ما يقرب من 300 شخص معظمهم من الشباب وطلبت الجامعات، كما تضم 5 صحفيين من المحبوسين في عدة قضايا. يذكر أن القائمة الأولى ضمت 82 شخصا من الشباب وجاري إعداد القائمة الثالثة. بدأت وزارة الآثار في رفع تمثال رمسيس الأثري بمنطقة سوق الخميس بالمطرية واستحالة من السعادة من أهالي المنطقة. وحضر الرفع بجانب الأثريين من قيادات وزارة الآثار وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومشيرة خطاب مرشحة مصر لليونسكو ووفد برلماني من لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة. وكانت حالة من الجدل أثيرت حول طريقة استخراج رأس التمثال مؤخرا، واعتبر البعض أن ما حدث إهانة لآثار مصر وقيمة التمثال بعد انتشالهما بالبلدوزر، بينما أكدت وزارة الآثار أن تلك الطريقة صحيحة كون وزن الرأس لا تسمح برفعها إلا بتلك الطريقة. بينضم إلينا عبر الهاتف النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية. سيادة النائب تحياتي لحضرتك يا فندم. سيادة النائب سامعني بوضوح؟ سيادة النائب حضرتك سامعني بوضوح؟ طيب هنحاول نوصل للتليفون. سيادة النائب حضرتك معايا يا فندم؟ طيب واضح ان في مشكله في الصوت، يعني اكيد هنحاول نطلبه مره اخرى. وفي سياق متصل، شكل الدكتور خالد العناني وزير الاثار بالتعاون مع النيابه العامه لجنه من اساتذه كليه الاثار جامعه القاهره وبعض العاملين بالوزاره لتفقد حاله تمثال رمسيس الثاني بعد اكتشافه في منطقه سوق الخميس بالمطريه، للتاكد من وجود قصور حديثه به نتيجه استخراجه ام ان القصور جميعها قديمه. ومن جانبه اكد الدكتور ميسر عبد الله استاذ الاثار المصريه بجامعه القاهره ان القصور الموجوده بالتمثال قديمه جدا ولا يوجد به اي قصور جديده نتيجه استخراجه، موضحا ان الرافعه التي استخدمت لانتشال الاجزاء المتبقيه من التمثال حمولتها تقدر ب 20 طنا بينما وزن الاجزاء المستخرجه ما بين 8 و9 أطنان. واشار الى ان الاجزاء المتبقيه من التمثال يرجع اكتشافها في القريب العاجل في ذات المنطقه. بيرجع لنا تاني النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن دائره المطريه. تحياتي لحضرتك سياده النائب. سياده النائب حضرتك سامعني؟ سياده النائب. سياده النائب حضرتك سامعني يا سياده النائب؟ طيب نستكمل مع بعض أخبارنا. كلف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدليات بإعداد دراسة دقيقة حول آليات وضوابط زيادة أسعار أدوية المنقصات التي تورد إلى الوزارة. وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة إن الدراسة التي سيتم وضعها ستحدد الأدوية التي يتحتم زيادة أسعارها، كما ستحدد الدراسة سعر الصرف والنسب التي سيتم على أساسها زيادة الأسعار. وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين وافق على تشكيل لجنة للبت في زيادة أسعار الأدوية المنقصات المتعلقة بالوزارة. يشار إلى أن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أكد أن وزارة الصحة طلبت تعزيز ميزانيتها بمبلغ 2.5 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في أسعار أدوية المنقصات.
بطاقة كلية الآداب جامعة المنيا مؤتمرها الدولي 35 عن التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل التحولات العالمية المعاصرة لمدة 3 أيام بمشاركة 140 باحثا من مصر والسعودية والإمارات والكويت والعراق والأردن واليمن وسوريا وفلسطين وليبيا والسودان والجزائر وماليزيا والنمسا. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي في المرحلة الراهنة وفي ظل التغيرات والتحولات التي يمر بها العالم. ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من رؤية كلية الآداب وإدارة المؤتمر بأهمية دور الكلية التنويرية في المجتمع المحلي والإقليمي أيضا. مشاهدينا الكرام، نستكمل أيضا أخبارنا. قالت غادة ولي وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي الأسر التي استفادت من برنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بلغ 1,500,000 أسرة بإجمالي 6,300,000 مستفيد حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة بواقع 100,000 أسرة شهريا بما يعادل 500,000 مستحق، إذ أن متوسط الأسرة في مصر يصل إلى 5 أفراد، لافتة إلى أن من المستهدف الوصول إلى 1,700,000 أسرة مع نهاية شهر يونيو المقبل. وأضافت وزيرة التضامن أنه يتم حاليا صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة بشكل شهري بدلا من صرفها دوريا كل 3 أشهر، وذلك من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. كما تم توسيع دائرة المستفيدين الذين زادت أعدادهم خلال هذه الفترة الحالية. ومن وزيرة التضامن الاجتماعي إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عقدت اليوم الدكتورة سحى النصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورشة عمل مع بعثة البنك الدولي لمناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور ممثلين عن وزارات المالية والكهرباء والعدل والإسكان والمرافق العمرانية والنقل والتجارة والصناعة وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الجمارك. وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها وستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال حتى مايو المقبل، وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتنظيم سوق العمل. وأكدت الوزيرة أنها حريصة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذو الخبرة الكبيرة في تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولي في عرض الممارسات والخبرات الدولية في مجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها في مصر وفق أفضل جودة. وأشادت بعثة البنك الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين على أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري والمضي قدما في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال. مشاهدينا الكرام، اسمحونا نطلع لفاصل قصير، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين معكم في عين على البرلمان. يعني منذ قليل قلنا على خبر كلية الآداب جامعة المنيا وعن المؤتمر الدولي 35 عن التحديات اللي بتواجه العالم العربي في ظل التحولات العالمية المعاصرة. ده هيبقى لمدة 3 أيام ومشاركة 140 باحث من دول كثيرة جدا. لكن تفاصيل أكتر عن المؤتمر بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء الحمزاوي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة المنيا ومقرر المؤتمر. تحياتي لحضرتك دكتور علاء. اهلا بيك، تحياتي لحضرتك، تحياتي لقناه الحياه وتحياتي للمشاهدين الكرام. دكتور علاء، يعني كنا عايزين تفاصيل اكتر عن المؤتمر يا فندم. احنا عندنا الحقيقه كليه الاداب بجامعه المنيا اعتادت في كل عام ان بتقيم مؤتمر دولي بيضم العديد من الشخصيات العامه والشخصيات البارزه على مستوى العالم العربي وخارج العالم العربي، ودايما يكون مواكب للحدث او للظروف او للوقت الراهن الذي تمر به المنطقه العربيه بشكل عام. كان عندنا العام قبل الماضي مؤتمر عن الهويه، وكان يهدف الى غرس قيم الهويه في المواطن العربي والمواطن المصري بشكل خاص،
وكان فيه عدد كثير من الدول الاجنبيه والعربيه والمحليه صدر عن الشصات المحليه. العام الماضي كان المؤتمر عن التنميه ومستقبل العداله في العالم العربي ايضا. وضم شخصيات بارزه ايضا، كان عندنا الوزير المفوض الماليزي السفاره الماليزيه، وكان عندنا شخصيات عربيه بارزه من الامارات والسعوديه ومعظم الدول والجزائر والمغرب. وكان بيتناول مستقبل العداله في العالم العربي واسس التنميه في العالم العربي. هذا العام جاء المؤتمر عن التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل التحولات العالميه. معروف ان في هذه الظروف الراهنه هناك تحديات كثيره تواجه العالم العربي، على راسها التحديات السياسيه والاقتصاديه والعلميه والإعلامية والنفسية والاجتماعية والقانونية. يعني جملة كبيرة جدا من التحديات بتواجه العالم العربي. فكلية الآداب يعني رأت أن تبرز للمسؤولين على المستوى السياسي بشكل خاص هذه التحديات وآليات معالجة هذه التحديات. فجاء هذا المؤتمر تحت هذا العنوان: التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل الظروف المعاصرة. نعم، هذا المؤتمر بيضم أكثر من 140 باحثا وورقة عمل. بيشارك في المؤتمر أكثر من 15 دولة عربية، فضلا عن ماليزيا والنمسا وبريطانيا. بتشارك فيه معانا السعودية والإمارات والأردن واليمن والعراق ولبنان والجزائر والمغرب وتونس والسودان، فضلا عن الجامعات المصريه المحليه. هذه الاوراق بتحاول تبرز ابرز التحديات التي تواجه العالم العربي الان، وبتضع اليات لمعالجه هذه التحديات. طيب يعني طب التوصيات اللي هيخرج بيها المؤتمر يا دكتور هتتعاملوا معاها ازاي؟ وهل بيعمل بيها بالفعل؟ نعم، احنا الحقيقه في كل عام بنخرج في اليوم المؤتمر بيكون على مدار 3 ايام، يوم 13 و14 و15. احنا الان في الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر، في جلسات مسائيه وجلسات في الغد وبعد غد. هذه جلسات بتخرج في النهايه بعده توصيات بترفع لجميع الجهات الرقابيه والجهات السياسيه. ما يختص بالناحيه العلميه تتولاه الجامعه والجامعات، وما يختص بالناحيه السياسيه والاقتصاديه بيرفع للجهات السياديه. طيب الدكتور تابع عليه كليه الاداب في كل عام في هذا المؤتمر الدولي. طيب شكرا للدكتور علاء الحمزاوي استاذ اللغه العربيه بجامعه المنيا، ومقرر مؤتمر التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل التحولات العالميه المعاصره. ونستكمل مع بعض اخبارنا. اعاد المتحدث العسكري العقيد تامر رفاعي عبر صفحته الرئيسيه الرسميه بتويتر نشر تحذيرات القوات المسلحه من الانسياق وراء اعلانات مجهوله المصدر بشان فتح باب التوظيف بالهيئه الهندسيه. وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة تحذر من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر المواقع الإلكترونية بشأن فتح باب للتوظيف بالهيئة الهندسية. وكان المتحدث العسكري نفى أمس عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ما تم تداوله من إعلانات عن فتح باب التوظيف بالهيئة الهندسية عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، موضحا أن الهيئة الهندسية في حال حاجتها لبعض الوظائف سيتم الإعلان عن ذلك رسميا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي أخبار أو إعلانات يتم تداولها عبر أي مواقع إلكترونية بخلاف ذلك. أما عن مجلس النواب، يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم لمناقشة عدد من اقتراحات المناقشة العامة وتقارير اللجان البرلمانية. وبحسب الجدول الذي نشرته الأمانة العامة لمجلس النواب، فسيشهد برنامج الجلسة العامة اليوم مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، بالإضافة إلى مناقشة قانون تنظيم الخدمات الصحية والطبية. كما يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام،
بشأن حساب ختام الموازنة العامة للدولة وحساب ختام الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختام الخزانة العامة عن السنة المالية عام 2014 وعام 2015. أما عن لجنة الإسكان، بتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء ولي اليوم اجتماعا مشتركا مع لجان الزراعة والري والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظر مشروع القانون المقدم بشأن إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء. كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 35 مليون دينار كويتي. كما تعقد اللجنة أيضا اجتماع مشترك مع لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية لنظر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين. هنرجع تاني لحدث هام جدا، وهو حدث انتشال تمثال رمسيس الثاني اللي بدأت وزارة الإثار في رفع تمثال رمسيس الثاني بمنطقة سوق الخميس بالمطرية. طبعا وسط حالة من السعادة من أهالي المنطقة، بينضم إلينا عبر الهاتف النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية وأيضا المرافق للوفد. تحياتي لحضرتك سيادة النائب. سيادة النائب أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني اوصف لنا الوضع عند حضرتك سياده النائب. والله يعني يمكن هو النهارده استكمال لما حدث من اسبوع. النهارده تم رفع الجزء الثاني من تمثال رمسيس، وطبعا اترفع بسلام لان وزن الجزء الثاني من تمثال رمسيس 8 طن ونص. ويمكن معالي وزير الاثار موجود معانا، وقال ان هو ان شاء الله يوم الاربعاء هيتم نقله عشان تمهيد انه يروح متحف التحرير. ان شاء الله تعمل مؤتمر صحفي كبير ندعو فيه السفراء الموجودين في مصر عشان يشوفوا المعلم، المعالم التاريخيه اللي احنا فيه. ويمكن عندنا 56 فدان وقعد معانا الوزير، ان شاء الله هيتم التنصيب عنهم فيهم عن معبد هون اللي عمره 3300 سنه، واهم معبد جيزي موجود في العصر الفرعوني. كم فدان يا استاذ عاطف؟ 56 فدان اللي هيتم التنصيب عليهم، والحمد عليهم مباني يا سياده النائب ولا ما عليهمش يا فندم؟ لا لا لا، ما فيش مباني، ولكن في اشغالات عليهم، يعني معمول ملاعب كوره، معمول جراشات، الكلام ده كله حاجه سهله جدا ان المرافق تشيلها. ان شاء الله هنعمل سور بمساعده وزاره الاسكان، هنعمل سور عليهم ويتحط ميزانيه بقى محترمه لوزاره الاثار. طب سياده النائب، ايه الضامن ان ده ما يتسرقش يا سياده النائب؟ الضامن ده معبد كل الاثار اللي فيه وزنها عالي جدا، يعني جزء من التمثال 8 طن ونص. فهو ده الضامن، لان دي معالم ما فيهاش معالم اثريه يعني خفيفه او صغيره يقدر حد ياخدها، كلها معالم اثريه. يمكن احنا بنطالب بالحراسه عشان المحافظه عليها مش عشان سرقتها، ان محدش يعرف يسرقها. طب سيادة النائب، هو يعني احنا ليه ما فكرناش ان احنا نحول المطريه لمكان مزار سياحي او يعني مكان اثري بدل نقل الاثار دي يا فندم؟ احنا كنا بنتكلم دلوقتي بنقول ان العالم بينافسنا بالشواطئ وبالملاهي وكان الفسيح كله، انما بالنسبه لينا احنا كمصر مش هتلاقي غير مطريه واحده اثريه واحده في العالم ككل، مش هتلاقي غير قصر واحد في العالم ككل. مدينة المطرية تم إهمالها منذ زمن طويل، يمكن بعد الثورة يعني نهتم بالمطرية، ويمكن الاهتمام بالمطرية جه نتيجة ما حدث في المطرية من مشاكل أثناء الثورة. فعشان كده احنا إن شاء الله يعني بدأنا، وبدأنا صح خطوات، ويمكن أنا النهاردة عامل طلب أحاطة لرئيس الوزراء ان هو يعني يضع ميزانيه محترمه لوزاره الاثار عشان يتم التنقيب. يمكن احنا عندنا النهارده بعثه المانيه شغاله بقى لها 12 سنه عشان يتم اكتشاف هذا الاثر
الضخمه العظيمه لتمثال رمسيس الثاني. فعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا قبل ما نكتشف تمثال رمسيس الثاني اليوم مكتشفين تمثال سيتي، وده تمثال برضه ده قيمه عظيمه. ولكن غطى اكتشاف رمسيس الثاني على اكتشاف تمثال سيتي، والتمثالين ان شاء الله هيتنقلوا وهيروحوا متحف السله لترميمهم، وبعد كده تمهيدا لنقلهم لمتحف التحرير عشان نعمل مؤتمر صحفي والعالم كله يشوف، بعد كده يرجع الاثر لمكانه الطبيعي. طب سياده النائب، يعني خلال اليومين اللي فاتوا كان في كثير من الانتقادات حوالين انتشال تمثال رمسيس او الطريقه اللي تم الانتشال بيها راس تمثال رمسيس الثاني، شفت الانتقادات ازاي يا سياده النائب؟ يمكن انا كنت من اول المنتقدين لوزاره الاثار بالطريقه اللي تم انتشال بيها الجزء بتاع راس تمثال رمسيس الثاني. سيادة النائب حضرتك معايا؟ سيادة النائب حضرتك سامعني؟ طيب، يعني واضح ان التليفون ما بقاش معانا، نستكمل اخبارنا. وصلنا لفقرة مشاكل الاحياء. احنا مستمرين في فتح ملف تقاعس الاحياء عن التواجد بين المواطنين وحل مشاكلهم، وبالاخص في محافظة الجيزة. يوم الاثنين اللي فات كان معانا النائب عمرو ابو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاء الدكرور، واثناء الحلقة دخل مواطنين كتير جدا واتكلموا معانا عن مشاكل النظافة، وتم دفع النواب الى التحرك بنفسهم، واحنا بدورنا هنحاول نكون بديل واعلام تنوري. خلونا نروح الاول نشوف رسالة زميلنا احمد غنيم من محافظة الجيزة ونرجع نستقبل مشاركاتكم طوال الحلقة، فخليكم معانا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي عين على البرلمان. يمكن تابعتونا خلال الايام الماضيه، يمكن كان في هناك مبادره من البرنامج لمتابعه حملات النظافه او المحليات او نشاط الاحياء بمعنى اصح في جميع المجالات، ويمكن ابرز مشكله كانت موجوده في الاحياء، يمكن معظم الاحياء، هي مشكله القمامه. دائما ما بنرصد الايجابيات والسلبيات، ولكن السلبيات هي اللي كانت طاغيه خلال الحلقات الماضيه. النهارده هو امر ايجابي لابد ان نركز عليه، ويمكن احنا الكثير بيتمنى ان يكون هو المن او النهج خلال الفتره القادمه. احنا النهارده في شارع ناهيه في حي بولاء الدكرور، وفي حمله نظافه، وفي توزيع صناديق قمامه وما الى ذلك. هل يستمر ده ولا لا؟ ده لا نعرفه. خلينا الاول نرحب بسياده النائب عمرو ابو اليزيد، هو النائب عن هذه الدائره. سياده النائب برحب بيك. امر ايجابي اللي احنا شايفينه ده، هيستمر ولا مش هيستمر؟ اولا احنا عندنا ملفات مشاكل كتير جدا في بولاية الدكرور، يمكن احنا ما بدانا فيها من ملف القمامه. عندنا مشاكل القمامه، عندنا مشاكل المرور، ما فيش مرور في بولاية الدكرور، شايفين كل العربيه بتمشي عكسي. عندنا مشاكل التخطيط، عندنا في بولاية الدكرور فاشل، يا ترى بولاية قافله على نفسها ومحبوسه في وسط اسوار. عندنا مشاكل الاشغالات الطريق، عندنا مشاكل كتير جدا، ولكن انا قلنا ان احنا نمسك ملف ملف عشان نقدر نحله من اول للاخر. يمكن احنا بنشكر رئيس هيئه النظافه والتجميل على مجهوده في محافظه الجيزه، وخاصه دائره بولاء الدكرور الصناديق اللي هي نزلت جديده لبولاء الدكرور على حسب الكثافه السكانيه. احنا عارفين كثافه بولاء الدكرور كثافه عاليه جدا، والصناديق اللي كانت موجوده سابقا كصناديق قليله غير مناسبه للكثافه السكانيه في بولاء الدكرور، ولكن نشكر عزه بيه خرصه رئيس هيئه النظافه والتجميل على هذه المبادره الطيبه بزياده صناديق في بولاء الدكرور، وبيتم توزيعها حالا في جميع بقاع دائره بولاء الدكرور بناء على الكثافات السكانيه. ان شاء الله هيبقى في شارع العشرين بكره، وبعد ان شاء الله طلع الزنين والطابق ومدينه عامر ومدينه النجوم وابو اتات وكفره هرمز صفت اللبن والشرباجي، كل منطقه في بلاد دكرور هيتم فيها توزيع الصناديق. ولكن احنا بنناشد طبعا رئيس هيئه النظافه والتجميل، احنا عايزين نرجع الجامع السكني تاني لبولاء الدكرور، عايزين نعمل شركات مساهمه من الشباب يمسكوا كل مجموعه تمسك قطاعات معينه ويلموا الجامع السكني، ياخدوا الجامع السكني من القمامه من المنازل وودوها بره الدايره في اماكن تقليب القمامه. لذلك هيتم ايه؟ هيتم القضاء على القمامه، هيتم القضاء على البطاله، هيتم زياده فرص العمل، وفي الاخر ان شاء الله هتبقى بولاء نظيفه. فاحنا عايزين هذه المبادره تتم ان شاء الله. محافظه القاهره بدات بيها، بيتم دلوقتي عملوا اكشاك بيع القمامه، وان شاء الله باذن الله احنا رئيس هيئه النظافه والتجميل هيتعاون معانا باذن الله، ان شاء الله نعمل شركات شباب مساهمه ان شاء الله يمسكوا قطاعات مختلفه للجامع السكني، لان الصناديق
لوحدها مش كفايه، ولكن هي مبادره طيبه وخطوه طيبه ان شاء الله للقضاء على الكمامه في ولايه الدكرور باذن الله. احنا ان شاء الله على بتابعه من احنا بنقول لولايه الدكرور احنا كل يوم في الشارع، وهنعمل محاوله وهنفشل، وهنعمل محاوله وهنفشل، هنعمل ولكن مش هنيأس لحد ان شاء الله ما نخلي بولاق باذن الله جنه. بس احنا عايزين نصبر لان امكانيات الدوله بسيطه جدا، واحنا بنتعامل بناء على امكانيات الدوله اللي موجوده حاليا. احنا كل يوم في منطقه شكل، كل النواب بولاق ان شاء الله في منطقه شكل، وبننتشر في كل منطقه وجامعين كل المشاكل، وان شاء الله ماسكين ملفات كتيره. وطبعا احنا ملفات البنيه التحتيه موجوده في الخطه بتاعتنا، اذا كان الصرف الصحي او مياه شرب في مناطق كتيره فيها انقطاع مياه، مناطق كتيرة بيحصل فيها طفح صرف صحي. ان شاء الله جبنا خطط كتيرة احنا ونواب ولاية الدكرور لولاية الدكرور في المرحلة الحالية. خلال سنة الحمد لله احنا جبنا فوق ال 11 خطة في ولاية الدكرور ما حصلتش منذ 50 سنة فاتت. فاحنا ان شاء الله هنبدأ هذه المشاريع، وفي نفس الوقت هنقوم بتبليط جميع الشوارع اللي خلص مرافق بإذن الله في جميع انحاء الدائرة بإذن الله تعالى ان شاء الله. ست نائب محمد اسماعيل برحب بيك. زي ما قلت مع الست نائب، اهم حاجة المتابعة، وبنتكلم على ان هي منظومه متكامله، بمعنى اصح اننا مش هيبقى دور بس على هيئه النظافه، ولكن مطلوب كمان من اهالي بولاق امر ما. ايه اللي سالت تقولها لهم؟ طبعا احنا محتاجين نغير فلسفه المواطن. كانت المواطن في الفتره السابقه بيشتكي ان ما فيش صناديق داخل الشوارع، وان الصناديق قليله، وحجم الخمام اللي بترميه في الشارع اكبر بكتير من حجم الصناديق. قامت مبادره كبيره جدا قام بها هيئه النظافه بالتعاون مع محافظه الجيزه ووزاره البيئه بعمل عدد من الصناديق كبير جدا جدا في بولاق. يعني كان من كام يوم حصل افتتاح كده في منطقه الشرباجي، الناس شافت بنفسها حجم الصناديق وشافت المعدات المساعده والماشات والعربيات المعاونه برضو للموضوع ده. موضوع فعلا يعني ايه، تحس ان في جهد كبير جدا مبذول. طبعا احنا محتاجين من المواطن ان يحاول قدر الامكان يعني ان انا ارمي في توقيت معين، وبعد ما ايه الناس ترفع القمامه احاول اجمعها مش ارميها مباشره في الشارع او جنب الصندوق، اتعب نفسي اخطي خطوه واحده كده اوصل لغايه الصندوق واحطها، لغايه ما نحاول قدر الامكان نعمم بعض الافكار الجديده اللي هي الافكار اللي من شانها تنهي هذا الملف يعني انهاء رائع. كنت اتكلمت فيه على فكره مع السيد المحافظ، وتمكن حضرنا عزت بيه الخرصه، ولما طرحت المبادره دي من وعلى في قناه الحياه على فكره مع الاستاذ شريف، طرحت المبادره دي من حوالي 8 شهور او 10 شهور. يعني الناس كانت مستغربه لما قلت له على فكره يا معالي المحافظ احنا لو خلينا المواطن نشتري منه القمامه صدقني ما حدش هيرمي ولا كيس زباله في الشارع. طالما انت خليت المخلفات بتاعته ليها قيمه ماليه، انا هرمي ليه القمامه في الشارع وليها اتعبد انا احافظ عليها واوزنها بسعر ما تباع تمثل ليا دخل اجيب بيها رغيف العيش اجيب بيها اي سلعه، وبالتالي البلد لاول مره تشعر ان احتضنت المواطن المصري، وده شيء جميل جدا جدا هيخلي كل الشعب المصري بنفسه يحافظ على الامر ده. الناحيه الثانيه اللي كنا طرحناها ومن فتره طويله كانت موجوده نجحت في السابق قبل دخول الشركات الاجنبيه اللي افسدت علينا كتير من تلك المنظومه، لما كان بيحصل الزبال يعدي عليك على البيت ياخد القمامه، فبالتالي النهارده ما كانش عمره حد بيرمي الزباله في الشارع، الزباله في الصندوق بتاعك او الزباله في بيتك يخبط عليك الزبال تديها له، فبالتالي ما كناش نشوف المظاهر السيئه اللي هي انتشرت طوال 7-8 سنوات بشكل مزعج، بشكل يعني فعلا شعر المواطن ان ما فيش خدمات، ان الاداره المحليه بعيده كل البعد عنه. ولكن التحركات الاخيره تحركات نشطه جدا، نتمنى ان تؤتي ثمارها في الفتره المقبله. وان كنت يعني الملف ده انا مش بعول عليه كليا ان هو يخلص حاجه، رغم على فكره الجهد المبذول كليا وجذريا من هيئه النظافه ورئيس حي لاني احيي بولاق، ولان فلسفه المواطن مع الجهد المبذول مش متوازنه على الاطلاق. انت عشان فعلا الشوارع تنضف محتاج ورا كل صندوق موظف موجود وعربيه موجوده، ودي المعدات دي اكبر من طاقه الدوله المصريه. فبالتالي اتمنى المبادره دي تكون مبادره مؤقته تاخد وقتها، لو خدت 6-7 شهور بحيث النهارده لغايه ما نطبق مبادره جديده اللي هو شراء القمامه هيريح الدنيا كلها، او الجمع المنزلي هينتهي هذا الملف. يعني فعلا لا نبخس حق الناس، الناس بتتحرك بشكل كبير جدا. استاذ عزت متعاون ما من مره يطلب اليوم تلو اليوم والساعه تلو الساعه، ما بيتاخرش بالليل بالنهار. حتى في حاجات فلسفه سيئه جدا برضو بتعاني منها بولاق، لما بيحصل احلال وتجديد في المنازل ردش المباني اللي هو مخلفات المباني، الناس بترميه مطالع الكباري وبترميه واخد بالك انت في مفترق الطرقات وبتقفل على نفسها. طبعا الكلام ده مش معني بيها هيئه النظافه، معني بيها حي بولاق. حي بولاق معداته مش قويه تقدر تحمل كل الطاقات دي، فبيستعين بهيئه النظافه، ما بيرجعش يرد عليه ويقول له انا ما عنديش، بيبعت عربياته مره واتنين. ولكن احنا محتاجين نغير فلسفه المواطن مره تانية، على اساس البلد دي بلدنا يا جماعه. انت لما تقفل على نفسك حتى عربيتك اللي جايه ترمي مش هتلقى مكان تعدي منه، وبالتالي هتلاقي ازمه مريه. حتى طريق العربيه اللي بتتحرك لو انت حاسس ان المكان ده قريب بترمي فيه، بعد فتره بتاخد فتره زمنيه طويله جدا اكتر من اللي فكرت فيه. محتاجين نغير فلسفتنا شويه، محتاجين للمصريين نقول بلد بلدنا دي ونحس بيها مره تانية. اما بالنسبه لبولاق،
كنت كلمت مع المحافظ كلام كتير جدا، عايزين خطه الرصف يعني تكون فيها نوع من الاحترافيه ونوع من الاليه. احنا في كتير شوارع سفلتناها، واكد لك يعني واكد لك بعد فتره ما الشوارع دي هتتكسر مره تانية عشان نعيد الصرف الصحي، نعيد الكابلات الكهرباء تقويتها، الغاز الطبيعي. الكلام ده كان كله لابد النهارده نوزنه، لازم النهارده نشوف الشوارع حجم العقارات شكلها ازاي، توازنات المياه والصرف الصحي ازاي، بحيث النهارده انا اراجع كل المرافق مراجعه تامه وبعدين اسفلت، بحيث ما ارجعش اكسر يوميا او بعد كل اسبوعين او ثلاثه. لابد النهارده يكون في مرور عام الحي بالجليدر، بحيث لو كونت عدد من اتربه الشال، بحيث الشارع اللي اتسفلت ما يجيش يعني عبال ما سفلت شارع تاني قال الشارع ده خلاص اصبح من هالك، اصبح النهارده لا يصلح، وبالتالي انه يشعر ان ما عملناش حاجه بولاء، والمواطن ما يشعرش ان في حاجه حصلت. بالتالي احنا محتاجين حركه دؤوب مباشره، محتاجين خطه واضحه نعلنها للناس اللي الشوارع اللي اتسفلت. وفعلا كان في خطه هيئه من تطوير العشوائيات هتطور صفه اللبن بالكامل اللي هي صفه اللبن القديمه، والجي اي زد هيطور بولاء القديمه. محتاجين السلالم الكهرباء تتعمل، واحد في ناهيه، واحد في فرس، واحد في اثنين. الناس كبار السن لما بتعدي المزلقانات دي والله عذاب للناس، السلالم عاليه جدا، السلالم صعبه. تقدمنا منذ المجلس، والنائب عمرو ابو اللذيذ كان موجود معايا، تقدمنا للسيد المحافظ، محتاجين اسراع، محتاجين ندي امل للناس، نقول اسبوع. برضو محور الملك عبد الله اللي هو على ترعه الزمر بصراحه غير صالح على الاطلاق ان يمشي فيه، يعني عفوا يعني اي حد العربيات هلكانه. المحافظ محتاج نظره كبيره جدا للكلام ده، وزير التنميه محتاج نظره، رئيس مجلس الوزراء محتاج نظره للشارع ده، الشارع ده غير صالح على الاطلاق ان يكون في مجتمع يحيا به اكتر من 2.5 مليون. الشارع ده ممكن يبقى محور كبير يربط ما بين المنيب لغايه ارض اللواء، محتاجين نظره مره تانية. مستشفى بولاق محتاجه شغل، حاجات كتيره محتاجه شغل، بولاق ده كرور محتاجه اسم تاني، كل الكلام ده محتاجين نشتغل عليه اسرع من كده. شكرا لك يا سياده النائب. استاذ عزت خرصه رئيس هيئه النظافه، ويمكن ناس كتيره دلوقتي محافظه الجيزه باكملها بتوجه لك رساله وبتوجه لك العديد من الاسئله والاطروحات، بنتكلم عن مشكله القمامه الموجوده في محافظه الجيزه في جميع الاحياء، حتى الاحياء الراقيه موجود مشكله القمامه، على الدائري، في العشوائيات، في كل مكان. ايه الحل؟ اولا انا بحيي حضرتك الاول، وبحيي الساده النواب، ومن يوم معالي محافظ الجيزه اللواء كمال الدالي، وهو يمكن اكتر حاجه بيشتغل فيها هي موضوع القمامه وكيفيه التخلص منه. وفعلا تم اكتر من لقاء مع وزارة البيئة ومع جامعة القاهرة ومع المختصين، وتم فعل بالفعل عمل كراسة شروط ومواصفات وعقد لتشغيل مجموعة من الشركات داخل محافظة الجيزة للجمع السكني اللي بيقولوا عليها الست، اللي قال عليها الست النواب. وبمجرد انتهاء مراجعة العقد في اللي احنا بعتناه يتراجع، بمجرد ما يرجع على طول هيتم التنفيذ، وهنطرح على شركات بمناقصه مناقصات عامه او مزايده عامه. لبدايه واحده بس عشان حضرتك اشرح القصه كلها عشان الناس تبقى عارفه. دلوقتي العقد بيتراجع، بمجرد ما يخلص هيتم الطرح، بل بالعكس كمان انا برضو بقول للناس ان سياده المحافظ مدبر فعلا المبالغ اللي هيتم التعاقد بيها. علشان دي ان تي برضو ما سابش الموضوع، وقعد مع الساده النواب وقعد مع حضرتك النهارده السبت، كل يوم سبت في مجموعة لازم يكون مجموعة من النواب بمكان معين، بيكون في محافظة الجيزة، بيكون مع السيد المحافظ والسادة النواب علشان يشوف مشاكل المحافظة ايه. كان برضو من ضمن المقترح ان احنا طيب عبال الشركات دي ما تيجي نعمل، كانت المبادرة ان احنا نعمل في اكتر من 600-700 صندوق يتعملوا لتوزيعهم في مدينة الجيزة وهي الاحياء بتاعت محافظة الجيزة، منها حي بولاق تم تخصيص 200 صندوق، 150 صندوق من الصناديق الكبيره و 50 صندوق من الصناديق اللي هي المتوسطه، وانت شايف دلوقتي حضرتك بتوزعوا طبقا للمناطق اللي الناس اتعودوا يرموا المخلفات فيها. انا بتكلم على ان الاحياء كلها في محافظه الجيزه بتعاني من المشكله دي، حتى الاحياء الراقيه او اللي تعتد من الراقيه، احنا نزلنا حدائق الاهرام، نزلنا شارع الهرم، كل الاحياء ديت حتى المهندسين فيها قمامه. ليه المشاكل دي موجوده؟ ليه الملف القمامه ده مش عايز يتحل؟ برضو الدائري ومشكله النباشين، انا برضو دي مشكله برضو انا مش عارف انتوا تحلوها ازاي. فكلمنا عن اولا حدائق الاهرام والهرم والمهندسين الاحياء الراقيه، وبعد كده كلمنا عن الدائري. هو يا ريت حضرتك، مش حضرتك بس، انا بطلب الاعلام بالكامل ان هو فعلا
انا عايز الاعلام كله يركز على النقطه دي، لان للاسف الشديد ما فيش تعاون ما بين المطر. مهما تشيل مهما تعمل حضرتك، انت لو عديت دلوقتي بعد ما نحط الصناديق، المواطن لازم يلتزم ان هو يحط الصندوق، يحط الكيس جوه الصندوق، وبعدين برضه بمجرد ما تمشي العربيه ما روحش ارمي تاني، ما هو ده اللي بيبين الشارع. انت بتحس قبل ما نسيب النقطه دي، ان في حاجتين عايز اكلمك فيهم. اولا مكان الصندوق مش هيعمل ازدحام مروري بما ان احنا حاطينه في وسط الشارع، دي حاجه. الحاجه الثانيه الدوريات او المرور بالنسبه للعربيات عشان ازاله القمامه دي برضه مش بتبقى مده كبيره جدا، وبالتالي بيتلاقم القمامه حوالين الصندوق. هو حضرتك اللي بالنسبه للصناديق حط هنا، مفيش محل في اليمة الثانيه بيسمح لك ان انت تحطه قدامه، وما فيش مواطن بيسمح لك للاسف الشديد. فبالتالي مضطرين ان احنا نحطه هنا في الرأي. بتعمل ايه؟ ولو ما حطيتش هتقول انت ما حطيتش ليه؟ فبنضطر ان احنا نحطه هنا. حاجه ثانيه بقى، ان ده بيجي عن طريق مكبس، بيكون هنا بعد صلاه الفجر، وبيكون برضو موجود الساعة 10 وبيبقى موجود بالليل، بيشيل أكثر يعني من ثلاث كم مرة في اليوم؟ ممكن أكثر من ثلاث مرات واقعيا. أنا بقول لحضرتك وتعالى تابع معايا، أنا بقول لك أنت ممكن تشوف الفترة اللي فاتت ما كانش الصناديق موجودة، وكانت الناس بتحط في الشارع. دلوقتي الصندوق موجود، أنا بتمنى إن الناس تلتزم وتحط فعلا القمامة بتاعتها جوه الصندوق. طب إحنا دلوقتي إحنا قدامنا الناس أهوت والناس بتتفرج علينا، يعني حدد مواعيد، قول مثلا هنشيل الزبالة في الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا، بحيث الناس تبقى عارفة المواعيد. ما حدش التزم يا فندم. طب حضرتك بلغهم دلوقتي يا فندم. طب إحنا بنشيل الزبالة الصبح، ما بيكونش فيه ورقة كام يا فندم؟ أنت لو مشيت شارع النهاية دلوقتي مش هتلاقي فيه ورقة. عدي كمان ساعة. الدوريات بتاعت العربيات بتاعت القمامة تبقى الساعة كام عشان الناس برضه تبقى عارفة؟ يا فندم من 7 الصبح بيكون الشارع ده كله عمال وعربيات. ماشي، يعني الساعة 7 الصبح مرة بتعدي العربيات. تاني مرة امتى؟ تاني مرة بعد الساعة 12 كده، والمرة الثالثة بالليل. يعني الساعة 7 الصبح 12 الظهر وبالليل 10 بالليل مثلا؟ بالليل ده طول الليل بيبقوا شغالين كمان. يعني بس يا ريت الناس تلتزم بهذه المواعيد. أنا معاك وبتمنى ان الناس تلتزم بالمواعيد دي وما ترميش بعدها. وحضرتك يمكن انت وطلبناها اكتر من مره مواطنين بس ما حدش التزم. بعيدا عن شارع نهي بقى، بقيه محافظه الجيزه وزي ما قلت بقيه الاحياء الثانيه الهرم ومنسيون، تم فعلا الفتره اللي فاتت نزلنا برضو 100 صندوق ل الفتره اللي فاتت. امتى؟ احنا كنا من 100 يومين بالظبط او يوم الجمعه اللي فاتت كنا في حدائق الاهرام، وكنا في شارع الهرم، وكانت القمامه منتشره. سيبنا اكمل لحضرتك طبعا عشان اعرف ارد. طيب مثلا ما ينفعش كده يا فندم. بقول لحضرتك احنا من حوالي 15 يوم او 20 يوم منزلين 100 صندوق في العمرانيه. تاني حي هو حي بولاء منزلين فيه 200 صندوق، ومكملين بقى طبقا للخطه الموضوعه مع معالي المحافظ بنحط فيه الاحياء. انا قلت لك سيره الهرم فندم، انا بقول لحضرتك العمرانيه ودي تاني حي كان عباره عن بولاء الدكرور. الهرم امتى بقى دوره جاي وحدائق الاهرام؟ طبقا للخطه المحطوطه يا فندم. في خطه محطوطه، لان انا بصنع، مش الصناديق دي بتتصنع في ورش الهيئه. الصناديق اللي بنخلصها بننقلها فورا الى الحي اللي هنا. طيب المشكله النباشين بقى والقمامه اللي تبقى موجوده على الدائري وطلعت الدائري، بيبقى الطلعه مثلا تاخد ثلاث عربيات، بيبقى في عربيه واحده بس تعدي بسبب النباشين والمشاكل بتاعت العربيات القارو دي. فايه مشكلتها او ايه حلها ازاي؟ هو حضرتك اللي بترمي مش زباله، في حاجتين، في ردم. يعني بتلاقي المواطن بيحمل العربيه بتاعته او بيديها لحد من اللي هم بيشيلوا بالاجر. وللاسف الشديد احنا عندنا في مقلب في شبرمنط طالبين ان الناس كلها تودي شبرمنط. احنا بنقول لهم تعالوا واللي انتوا عايزينه، لدرجه ان كان في مبادره معالي المحافظ قال كمان ياخد فلوس عشان يرمي في هو بيطلع على الدايري ويرميها في المطلع او المنزل بيرميها. مفيش عقوبات؟ مفيش جزاءات؟ في عقوبات بس انت ما. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، في موظف في كفر في الهرم زي ما انت حضرتك بتقول وقف بيحوش عربيه دست عليه وموتته. يعني موت فعلا موظف عندنا تبع الهرم عشان خاطر بيمنعه ان هو. هي تبقى مشكله قائمه على طول ولا ايه الحل بقى؟ والله هي ما انا لسه بقول لحضرتك، انا طالب الاعلام برضو زي ما انت حضرتك بتقول كده وانت اللي بدات الموضوع، يا ريت يا ريت يا ريت كلنا يا ريت كلنا نحاول ان احنا نقضي على هذه المشكله بالتعاون ما بين المواطن والاعلام والدوله كلها لانهاء مشكله المخلفات. شكرا لك امرك يا فندم. شكرا لكم مشاهدينا وعوده مره اخرى للسوق.
طبعا بنشكر زميلنا احمد غنيم، وبنشكر ايضا ضيوف الكرام النائب محمد اسماعيل والنائب عمرو ابو اليزيد ورئيس هيئه النظافه العامه استاذ عزت خرصه. زي ما احنا شفنا مع بعض كده، ده انتصار لبرنامجنا. الحقيقه ان احنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا كنا فاتحين ملف تقاعس الاحياء وبالتحديد في محافظه الجيزه وبرضه في محافظات اخرى، واتكلمنا عن مشكله القمام. من اكبر التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه هي مشكله القمام. احنا بس مش بنركز على السلبيات، يعني الاستاذ عمرو ابو اليزيد كان معانا اليومين اللي فاتوا، وهو يعني جاله تليفونات على الهواء مباشره وقالوا له يا سياده النائب في يعني في قمامه في الشوارع كتيره جدا، وهو زي ما احنا شفنا المنظر، هو نزل وخد النواب معاه وخد رئيس هيئه النظافه ونزلوا الشارع. ده اللي احنا عايزينه، عايزين ان النواب يبقوا مع الناس في الشارع. زي ما بنركز على السلبيات نركز برضو على الايجابيات، مع اني برضو انا عندي يعني اعتراض بسيط يعني على رئيس هيئه النظافه العامه بمحافظه الجيزه. يعني انت بتقول ان الاعلام لازم يبقى ليه دور ولازم نبقى نقف تقفوا معانا علشان يبقى في الاعلام التنور، طب دور ايه اكتر من ان احنا واقفين معاك في الشارع؟ وبعدين يعني زميلنا محمد احمد غنيم بيقول لك ان احنا في شارع الهرم شفنا زباله من يومين، يقول لك اديني فرصه اديني فرصه. طب انت دور الاعلام، وانت عايز دور الاعلام يطبطب؟ طب ما هو دور الاعلام زي ما بيركز على الايجابيات بيركز على السلبيات. ممكن حضرتك ما تكونش شفت ان في شارع الهرم في زباله، فهو بيوضح لحضرتك. ما علينا، يعني مش معقول ان مشكله القمامه دي ما تتحلش يا جماعه. احنا دوله يعني دوله فيها اكتر من ثلث اثار العالم، دوله المفروض ان احنا بندور على تنميه الاقتصاد، وعندنا مشكله القمامه لحد دلوقتي ما اتحلتش ازاي؟ انا ما اعرفش. يعني نعمل مبادره زي برضو مصر خاليه من فيروس سي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بدم، يعني ما فيش حاجه تتعمل الا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب خلاص ماشي، نعمل دلوقتي مبادره نقول مصر خاليه من القمامه خلال عام، ونرجع تاني حملة مصر نظيفة، وهنرجعها تاني، وياريت تبقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سنة نكون خالصين من كل القمامة. أقسم بالله أنا كنت في دبي وكنت بشوف مناظر الباسكات بتاعت القمامة بره، أنا كنت بتصور معاها سيلفي. يعني أنتوا دلوقتي بيتكلم برضو، يعني يتكلم أحمد غريب على نقطة مهمة جدا، وهي الصناديق. الصناديق حجمها قد ايه؟ هل بتاثر على الحاله المروريه ولا لا؟ طيب ما نعمل صناديق شكلها كويس. بقول لكم والله كنت بتصور معاها سيلفي من شكل الجمال اللي موجود في دبي والنظافه اللي موجوده هناك. يعني مستقبل تليفوناتكم. معانا الاستاذ سمير من الجيزه، اتفضل يا استاذ سمير. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. عندنا فندم شارع الزهراء، شارع ترعه الزمر في العمرانيه. الجيزه طبعا. ماله بقى يا فندم؟ نعم؟ ماله الشارع؟ شارع مكسر ومطباط، المفروض حتى الحي يجيب مثلا الكبشه بتاع اللودر دي ويشيل الحاجات اللي هي عامله حفر ونقر اثار الميه والتراب. سامعني يا فندم؟ انا سامع حضرتك. بقالها قد ايه المشكله دي يا استاذ سمير؟ لا ده بقالها سنين. طب ما لجأتوش لرئيس حي، ما لجأتوش لمحافظ، ما لجأتوش لنواب؟ ما فيش حد يا فندم بيسأل. يعني احنا بنتمنى حتى رئيس الحي يجي مثلا على الشوارع اللي هي زي شارع الزهراء، شارع المستشفى، شارع التلاتيني، بيبقى في حفر في الطريق كده اثار المحلات اللي بتطلق ميه والتراب والكلمات دي، بتعمل حفر زي نقر كده، بيبقى العربيه توك توك موتوسيكل عجله اللي حتى اللي بتعمل ليه بيبقى ماشي يا فندم مش عارف يمشي، العربيات بتتفسخ، الموتوسيكلات بتتفسخ، تكاتك بتتفسخ. احنا نجي لك احنا يا استاذ سمير، بس انا عايزه اسال حضرتك بالنسبه لملف القمامه، يعني عندك صناديق قمامه قدام البيوت قدام المحلات، الناس عندك بتتعامل ازاي مع ال بس مش كتير، زائد ان في كشك يا فندم مساحته عامل قدامه ضايق حوالي مواسير حديد عند شارع العهد وشارع الورد اللي على مصيته مكتبه مش فاكر اسمها، المهم عندها نقطة شارع العهد والورد يا فندم، مش عنده جنب بعض، في كشك 6 متر في طالع 6 متر ضايق حديد كده عامل مربع زاوية وتندة 6 متر في الشارع. الكشك ده فيه ايه بقى؟ كشك يا فندم الثلاجات والادوات بتاع السجاير الحاجات دي، يعني كشك صغير بيباع فيه حاجات. حاطط يا فندم طالع بروز بتاع 6 متر في الشارع، في شارع المستشفى على نص شارع العهد او شارع الورد. ده بيعوق الحركه المروريه يعني يا استاذ سمير؟
ايوه يا فندم، وبعدين الناس هي بتوع الحي محدش بيسال. انا عايز افهم ازاي ناس الكشك ده موجود. طب استاذ سمير، احنا ان شاء الله هنيجي الشارع ده باذن الله ونشوف العمرانيه في ايه، بس انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا استاذ سمير. دلوقتي لما يجون الحي او هيئه النظافه بيجيبوا لكم يعني باسكات زباله او صناديق زباله كبيره، هل انتوا بتعترضوا انها بتبقى قدام البيوت او ما حدش بيعترض؟ بتتعاونوا مع يعني الحي لما بيطلب منكم ان انتوا تحطوا الزباله في الصناديق، بتتعاملوا وبترحبوا بالموضوع ولا بترفضوا؟ لا يا فندم بنرحب، وفي ناس بتتعاون وترمي في الصندوق، وفي ناس ترمي على الزباله اللي بره برضه من اثار الناس اللي النباشين اللي حضراتكم بتقولوا عليهم اللي بيلموا البلاستيك. طيب بشكرك يا استاذ سمير. طيب يعني الناس متعاونين، اصل يعني النظافه من الايمان. طيب مش كده عامل بروس في الشارع. احنا هنجي لك يا استاذ سمير. كل الشكر للاستاذ سمير من الجيزه وبالتحديد من العمرانيه. يعني زي ما قلت لكم الناس متعاونين وحابين ان يبقى فيه نظافه، النظافه من الايمان، ما فيش حد اسمه لا مش هيتعاون، بس احنا برضو عايزين تعاون اكبر. وصدقوني لو كل واحد قام بالدور اللي عليه مع الناس يعني هتبقى كل حاجة جميلة وكل حاجة نظيفة. بفكر حضراتكم برضو ان احنا مستمرين معاكم في فتح الملف ده ومنتظرين مشاركتكم. واللي عنده شكوى على فكرة في اي مكان يقدر يكلمنا، مش بس محافظة الجيزة او من كل المحافظات، وشكوى من اي نوع يعني في شتى المجالات يقدر يكلمنا، واحنا نحاول بإذن الله. طيب معانا الأستاذة مروة من المطرية. تحياتي لحضرتك أستاذة مروة، اتفضلي. أستاذة مروة سامعيني؟ أستاذة مروة سامعيني؟ أستاذة مروة؟ أستاذة مروة يعني أنت ممكن توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون هيبقى الصوت أوضح. أنا موطية التلفزيون حضرتك، أنا بكلمك أهو. طب اتفضلي يا فندم، مشكلة حضرتك إيه؟ اتفضلي. مشكلة إحنا استاذه مروه، هو الصوت مش واضح. الصوت مش واضح يا استاذه مروه، يعني حاولي تكلمينا مره ثانيه يعني علشان يبقى الصوت اوضح. القمامه دي مهمه جدا يا جماعه. امتى هنقول مصر جميله؟ يعني ايه مصر يعني خاليه من القمامه؟ يعني احنا ادينا زي ما احنا شايفين دي حملات نظافه بالجيزه. وطبعا بنشكر النائب عمرو ابو اليزيد والنائب محمد اسماعيل، برغم ان ده دورهم بس لازم نشكرهم طبعا ويبقوا تاج فوق راسنا، لان النواب التانيين مش قايمين بادوارهم. لا ده دورهم لحد ما المحليات كمان تيجي. ما هوش دور عضو مجلس النواب، عضو مجلس النواب دول الرقابه والرقابه والتشريع. فطبعا بنشكرهم، وده دور رائع طبعا يحسب ليهم. وطبعا يعني ده يعتبر انتصار للبرنامج بتاعنا لما نفتح ملف ونلاقي ان في بالفعل نزول في الشارع وحملات نظافه وحملات توعيه، ده شيء جميل. بفكركم برضو ان احنا فاتحين ملف تقاعس الاحياء وتقاعس المحليات وايضا ملف القمامه. معانا الاستاذ عشري من اسيوط. استاذ عشري اتفضل يا فندم. استاذ عشري ممكن توطي التلفزيون وتكلمنا يعني واسمعنا من التليفون، ويا ريت اي حد يدخل معانا في مداخله يوطي التلفزيون ويسمعني من التليفون، يعني انت هتستفيد اكتر واحنا هنستفيد اكتر برضو. اتفضل يا فندم. ماشي يا مدام، ماشي. اتفضل يا فندم، اتفضل. لا اسمحك يا مدام. اتفضل. الو. اتفضل يا فندم، انا سامع حضرتك، انت معانا على الهواء. معاك يا فندم. عندي قطعة أرض من أملاك الدولة، المتر ب 10 ب 10 جنيه، يعني لو سمحت يا ريت المحافظة تبقى شوية. لا. أنا مش سامع حضرتك قوي يا أستاذ عشري، شكرا للأستاذ عشري. قطعة أرض بس ما سمعتش اللي وراها بصراحة، يعني حاول تطلبنا مرة تانية. يعني بيتكلم عن أرض تخص أملاك الدولة. ف طيب يعني لازم أراضي الدولة دي يعني ما تنفعش تبقى مستباحة، لازم إنها تقنن ويتحلها ويتعمل لها وضع مقنن. معانا يعني كان معانا العاطف، النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن دايرة المطرية من شوية، وقال ان عنده 56 فدان تحتهم اثار وعليهم اشغالات.
طيب يعني لا يجوز طبعا ان حاجه زي دي تحصل، لان المفروض ان دي اثار وان المفروض دي هتعود على الدوله بالنفع، فلازم الوضع يتقن، لان موضوع وضع اليد على كثير من الاراضي المملوكه للدوله ده الموضوع ده كبير جدا ومنتشر. معانا الاستاذ نور من الجيزه. استاذ نور اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. فندم انا من العياط من محافظه الجيزه. اتفضل يا فندم، ايه مشكله حضرتك؟ حضرتك بتتكلم عن الكمامه وكده، دي منتشره في البلد على الاخر، ويعني في كل حته في كل منطقه. سنين تقريبا جابوا الصناديق دي والحاجات اللي بتتوزع، انا شايفها قدامي دلوقتي اتشالت بعديها بوقت محدد، اتحطت شويه واتشالت. حضرتك مش لا ثانيه واحده، الصناديق اللي هي اللي متصوره دي اتشالت بعد ما اتحطت؟ لا اللي متصوره دي ما جاتش عندنا اساسا. امال ايه؟ مش فاهمه. لا في المنطقه عندك انت في العياط. بتتشال ليه بقى؟ يعني الاهالي اللي بيشيلوها ولا اصحاب المحلات ولا ايه بالظبط؟ مين اللي بيشيلها؟ لا ما كانش محطوطه اساسا في محلات، بس في منطقه اهالي وكده. ما اتشالتش الاهالي، ما شالوهاش الاهالي، ما عندهمش اعتراض. بالعكس ده هم اتشالوا بقى الاهالي بيرموا جنب مدرسه، سور مدرسه. المنطقه دي وصلت من كتر الميه ومن كتر الجداره وكده وصلت. ايوه مين اللي شالها يعني بقى؟ ما انا عايز افهم يا استاذ نور، مين اللي شالها؟ الحي اللي شالها يعني، ولا هيئه النظافه ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. تقريبا هيئه النظافه، لان الاهالي عمرهم ما يعملوا حاجه زي كده. ومشكله ثانيه بتاعه الصوره. ايوه يعني انتوا كان جاي لكم زياره او جاي لكم تفتيش او كده، فالهيئه حطت الصناديق لحد ما مشي وبعدين شالوها ثاني ولا ايه؟ يا فندم. هو لسه في بيحصل كده لحد دلوقتي؟ كل حاجه يا فندم. حضرتك وحضرتك بالنسبه للنواب، ما في النواب ما بيعملوش اي حاجه خالص يا فندم هنا. نوابكم مين في العياط يا استاذ نور؟ اللي هو محمد صلاح ابو هميله. محمد صلاح ابو هميله. نعم ايوه. ومين تاني؟ مين تاني يا استاذ نور؟ ومحمود عبد المعيد. طب بتشوفوهم يا استاذ نور؟ نعم بتشوفوهم؟ والله يا فندم هم اشتكوا كده، بس راحوا مسكتينهم، عاملين لهم نظام محلات اللي هي باكيات للبيع وكده، هم دول اللي عملوها النواب. اما مشكله الزباله، مشكله الصرف الصحي، ما عملوش مشكله الزباله ولا الصرف الصحي. بالنسبه لمشكله الطرق، الطرق حضرتك ما فيش طريق في العياط طريق مسافر، كل الطرق مكسره في العياط الا الطرق الخارجيه. طب انتوا تواصلتوا مع النواب علشان حل المشاكل دي يا استاذ نور؟ يعني في تواصل ما بينكم وبين النواب؟ هم عقود اتفاقهم يا فندم كانت تنص الكمامه والطرق والصرف وكل الحاجات دي. قصدك البرنامج الانتخابي بتاعهم، يعني البرامج اللي بينزلوا بيها اثناء الانتخابات. اتفضل. يا فندم. يا فندم كانت البرامج اللي نازلين بها الانتخابات كانت كده، بس ما احنا ما شفناش اي حاجه. حضرتك الطرق من بره الطرق. طيب شكرا للاستاذ نور، لازم يعني لازم نكون ايجابيين. طب انتوا دلوقتي يعني اللي شال صناديق القمامه سواء الحي او هيئه النظافه، انتوا ليه كاهالي ما اعترضتوش؟ مش معقول ما فيش حد مواطن شاف هيئه النظافه او الحي وهو بيشيل صناديق الزباله؟ يعني ايه لازم نكون ايجابيين ولازم نكون اكثر وعيا، لازم نتكلم، لازم ما نخافش، لان يعني لا يضيع حق وراءه مطالب. وانا دلوقتي لما الاقي صناديق وابص الاقي حد جاي يشيلها، اساله انت بتشيلها ليه؟ ما عمره ما هيقدر يتكلم، صدقني. يعني اي مسؤول لو عرف ان انت ليك حق وعارف حقك ايه، ما هوش هيقدر يتكلم معاك. يعني المسؤول ده، انا بس عايزه اوضح لكم حاجه، ان المسؤول ده شغال عند المواطن، مش المواطن اللي شغال عنه. انا مش عايزاكم تخافوا، دي حقوقكم، والحقوق دي موضوع نظافه زي دي مش بيرجع يعني بيرجع بالفايده على المواطن وعلى المسؤول نفسه وعلى الدوله كلها. لازم نكون اكتر ايجابيه، اهم حاجه الايجابيه. يعني ما ينفعش نكون سلبيين ونفضل نتفرج. يعني ايه صندوق زباله يتشال من قدامي ورئيس هيئة النظافة يطلع يقول الناس ما بتتعاونش وبتشيل صناديق القمامة والمحلات بتعترض؟ الصورة اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفين دي في بولاق. هننزل بعد يومين ان شاء الله نشوف اخبار الصناديق دي موجودة ولا لا، برضو لان الكلام اللي الاستاذ نور قاله بصراحة يعني يقلق بصراحة. معانا الاستاذة ضحى من المطرية. استاذة ضحى تحياتي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. انا صراحه عندي شكوى بس بعيد عن موضوع الحلقه النهارده. اتفضلي يا فندم، احنا برنامج ده، البرنامج ده عاملينه للناس يا فندم، اتفضلي. ايوه انا عندي مشكله، ابني في مدرسه المطريه
زوزر، مدرسة المطرية. ايوه اسمها ايه يا فندم المدرسة؟ اسمها علاء الدين. علاء الدين مدرسة خاصة يعني؟ ايوه مدرسة خاصة. مشكلته ايه يا فندم؟ كل يوم والتاني يبقى يطلعوه هو وزمايله عشان ما يكملوش مصاريف المدرسة. طب ازاي يا فندم؟ وازاي يعني؟ يعني ايه يطلعوه؟ مش فاهمة أيوة يعني. هم دلوقتي بيمتحنوا ميني ترم. مش عايزين يمتحنوه. في سنة كام هو يا أستاذة ضحى؟ سنة ستة. تالتة ابتدائي. ايوه بيطلعوه يقولوا لا انت مش هتمتحن يعني؟ يعني هو دلوقتي ما بيمتحنش زمايله بيمتحنوا هو بي... زمايله هما اللي بيمتحنوا اللي هما كملوا مصاريف المدرسه، ابنه وغيره مش بيمتحنوه. المدرسه دي خاصه؟ ايوه مدرسه خاصه. وبتلجأ بس بتلجأ يعني راجعه لوزاره التربيه والتعليم، تابعه لوزاره التربيه والتعليم. طيب المدرسه دي انا عايزه اسالك سؤال يا استاذه ضحى، مصاريفها كام؟ مصاريفها 3456. يعني انت موديه ابنك مدرسه خاصه وبتدفعي له فلوس علشان يتعاقب؟ ايوه. وما يخشش امتحانات وطفل يعني؟ أيوة. اكيد متاثر نفسيا. ايوه كل يوم. لا مش المره دي بس، ده طول السنين على كده. ايوه. طب انا عايزه اسالك سؤال استاذه ضحى، هي المدرسه دي تابعه لمجموعه زوسر؟ ايوه مجموعه زوسر. يعني الحقيقه ان احنا بيجي لنا من مجموعه المدارس دي يعني كتير جدا من الشكاوى، وبالتحديد كمان في قصه المصاريف المدرسيه، بس احنا هنحاول نتواصل مع حد في وزاره التربيه والتعليم. لا يحق يعني لاي حد مهما حصل انه يطلع طفل من امتحاناته حتى لو هو ما دفعش ولا مليم. ده لو طفل من الشارع ومش تابع للمدرسه وجوه بيمتحن، لا يمتحن. طيب شكرا للأستاذة ضحى. الحقيقة أن برضو موضوع التعليم ده ملف مهم جدا، وخاصة التعليم الخاص. التعليم الخاص يعني تحس أن هو في وادي والتعليم في وادي، تحس أن الدولة في وادي والتعليم الخاص وأصحاب المدارس الخاصة سواء الناشونال أو الانترناشونال في وادي تاني. لازم يبقى في رقابة عليهم. أنتوا جوه مصر يعني، انتوا جوه مصر بتخضعوا لدستور البلد، بتخضعوا للوزارات اللي موجوده، مفيش حاجه اسمها دي مدرستي انا. انت بتخضع لمؤسسات، عاجبك ان انت تخضع للدوله دي بكل قوانينها وبكل يعني بكل الاساسيات اللي موجوده، يا اما بقى لا اطلع اي دوله تاني وافتح لك مدرسه وتربح منها زي ما انت عايز. الحقيقه امبارح ان الحكم القضاء الاداري الخاص بمصاريف الجامعه الامريكيه ودفعها بالمصري ده حكم كاشف، يعني بيؤكد ان الدوله ليها سياده على كل الهيئات والمدارس والجامعات في الداخل. والحقيقه ان في مدارس انترناشونال كتير جدا كانت بتاخد المصاريف سواء بالدولار او بالاسترليني، والحقيقه ان هم بداوا ياخدوا المصاريف بالمصري وثبتوا على سعر معين، على ما اظن في مدارس معينه ثبتت على سعر الاسترليني على 16 وشويه. طيب معانا الاستاذ كريم من امبابه. استاذ كريم اتفضل يا فندم، بس يا ريت تكون مواطن التلفزيون. عليكم السلام، اتفضل حضرتك. والله احنا عندنا، انا ساكن في حته اسمها امبابه. حته يعني اسمها يعني متفرعه يعني من امبابه كده، المدارس مشهوره يا فندم كلنا عارفينها طبعا امبابه. بس شارع ايه في امبابه؟ شارع طلعت حرب ولا المطار ولا ايه بالظبط؟ لا القوميه، في القوميه اللي على الدائري يعني. ايوه تحت الدائري. انا يعني لو في مسؤول يجي يبص بس تحت الدائري، الدائري ده كان مقفول ما بنعرفش نعدي. اكيد بقى قوم من الزباله صح؟ انا أنا شفتها يا أستاذ كريم، يعني كل الناس بتتردد على المكان ده، كوم زبالة ورطش وروائح غريبة يعني. عايز أقول لك حتى كان في الحي وكده كانوا بيرملوا الدائري من تحت، وكانوا شغالين ونظفين سقالات. إزاي أنتوا شغالين في الوباء ده؟ أنا مش فاهم. طيب أنتوا ما لجأتوش لأعضاء مجلس النواب، لرؤساء الحي، لهيئة النظافة؟ في فيلا في يعني جنب الدائري، في فيلا اسمها فيلة مرجان، يعني ده راجل من النواب. يعني الفيلا دي صاحبها واحد من النواب؟ ولا في حتى على فكره في حتى بتوع التكاتك بتثبتوا تحت الدائري. يعني ايه بيتثبتوا؟ مش فاهمه يعني.
بيتسرقوا يعني. تعرف تحديدنا زباله بالخرفان بتاعتهم وكده، ما تعرفيش تعدي بالليل منهم. طب والله دي حاجه جميله جدا يعني، انا مش عارفه يعني مش لاقيه تعليق اقوله والله بصراحه. وبعديها في نقطه تشكيل يعني، عندنا الشركه في كل حاجه زي ما انت يعني. طيب احنا يعني احنا هنجي لك يا استاذ كريم، بس يعني ارجوك يعني تحافظ علينا ان احنا ما نتثبتش احنا كمان باذن الله يعني. هنجي لك والله باذن الله بكاميرا عين على البرلمان، ونشوف مين النواب، ونحاول نجيب معانا رئيس الحي ويشوف المنظر ده باذن الله. يعني القمامه برضو، القمامه والعشوائيه، العشوائيه مش بس بالاماكن، العشوائيه في السلوك ده مهم جدا يعني. يعني النقطه دي مهمه جدا، عشوائيه السلوك يعني. يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، الناس بتتثبت يعني، يكون ماشيه في حالها يطلع عليها حد يقول لها هات اللي معاكي يعني، ربنا يستر. طيب منتظرين مشاركتكم برضو بخصوص مشكله القمامه وكيفيه المعالجه. امتى يا جماعه يعني؟ هل مثلا انا بحلم مثلا 2018 ده يجي ونقول مصر خاليه من القمام، ايه رايكم؟ يعني يعني زي ما 2017 عملوا عامل المراه، وعلى فكره مش عامل المراه بس يعني، احنا بنقول ان مصر خاليه من فيروس سي، وده كان انجاز عظيم جدا من انجازات الدوله المصريه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب احنا ليه يا جماعه ما نعملش تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي برضو ان احنا نبقى مصر نظيفه، مصر جميله في 2018؟ هل احنا ممكن نشوف المنظر ده؟ ما هوش يعني مش بعيد على ربنا، ممكن يعني. لازم كلنا نتكاتف، المواطن قبل المسؤول، وبحط تحت المواطن دي 1000 خط، وبحط تحت المسؤول 1000 خط. ليه ما نعلقش شماعه الخطا، نقول لا ده المسؤول السبب، ونقول لا ده المواطن السبب، ونسيبنا من كل اللي فات بقى، وما نقولش اصل 30 سنه خراب، 30 سنه القمامه بتترمي في الشوارع، واصل المشاكل دي بقى لها مش عارفه كام سنه. لا احنا مش عايزين نعلق شماعه الغلط على حاجه. المسؤولين اللي موجودين في اماكنهم دلوقتي، احنا مشينا المسؤولين القدام لانهم ما عملولناش حاجه، احنا جايبين مسؤولين جداد علشان يبقوا ايجابيين اكتر ويحلوا لنا كل المشاكل. امتى هنقول مصر خاليه من القمامه، مصر جميلة؟ أنا بجد مش مصدقة إن إحنا في القرن الكام دلوقتي ولسه بنقول لا مصر مش نظيفة، ولا مصر مليانة قمامة يعني. آخر تليفون معانا الأستاذ حسام من الجيزة. أستاذ حسام اتفضل يا فندم. أستاذ حسام سامعني؟ سامعك يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك منين في الجيزة يا أستاذ حسام؟ حضرتك أنا من سكان ميدان الجيزة. سكان ميدان الجيزة، اتفضل يا فندم. خط الجيزة كله أنا قعدت فيه. اتفضل. سنة 2014 يا فندم انا اشتغلت على شوية حاجات خلتني طلعت نتائج ان انا ممكن احل اي مشكلة في البلد. طب انت شغال ايه يا استاذ حسام الاول؟ حضرتك انا اساسا كاتب. كاتب، اتفضل يا فندم. كاتب بسيط يعني. طب اتفضل يا فندم. اشتغلت على شوية حاجات كده خلتني ان انا ممكن احل اي مشكلة في البلد، بالذات المشاكل اللي قدام حضرتك دي زي الزبالة. بدون ما اكلف الدولة اي حاجة غير معدات بس. اما الناس انا عندي ان انا اشغلهم وهم يقدروا ان هم يشتغلوا ببلاش. طيب طب انا هقول لك حاجه يا استاذ حسام، علشان وقت البرنامج انت يعني انت حجلنا، والكنترول روم الاستاذ محمد سامي رئيس التحرير البرنامج هياخد رقم تليفونك، وما دام عندك افكار برضو يعني يعني وماله تيجي هنا البرنامج وتشرفنا وتقول لنا ايه الافكار الجديده اللي انت مبتكرها علشان نتخلص من القمامه. ويعني كل الشكر للاستاذ حسام، وان شاء الله منتظرينك هنا في البرنامج. مشاهدينا الكرام، للاسف خلص وقت برنامجنا، لكن انتظروني الساعه الرابعه بجوله جديده، وتقبلوا تحياتي والى اللقاء.